نحمد الله سبحانه وتعالى هذه اللحظات السعيدة، نحن نشارك في هذا الحفل تكريم بناتنا. الحمد لله، ما يقال عن الإقامات الجامعية شيء يعني يندل جبين، ولكن في الحقيقة يعني فوجئنا بشيء عظيم جدا، شيء مخالف لذلك، أن في إقامة جامعية 700 طالبة يعني موجود تأطير متكامل من المدير إلى مدير الخدمة الجامعية إلى جميع المسؤولين، يعني أخرجوا لنا يعني زبدة ما شاء الله من خاتمات لكتاب الله، وهؤلاء الخاتمات سيكون إن شاء الله أستاذات، يعني نستبشر بجيل جيد إن شاء الله، ونشكر جميع من ساهم في هذا الخير، والسلام عليكم.